أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحية والإدمان يسعدني ويشرفني وجود الدكتور يسري أرمانيوس أخصائي الإدمان معايا أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك يا مارجريت مبسوطة بلقاء حضرتك مرة تانية يا دكتور أشكرك ستي شكرا شكرا ليك يا دكتور حلقة النهاردة حلقة مميزة شوية يا دكتور هنتكلم برضو على الإدمان بس هنتكلم على دور الكنيسة في الإدمان إيه هو دور الكنيسة في الإدمان الحقيقه قبل ما نخش في تفاصيل دور الكنيسه انا احب اقول دور, دور الروحانيه عموما لان الروحانيه دي اولادنا وبناتنا بيبتدوا ياخدوها في البيت قبل ما ياخدوها في الكنيسه يعني. ودور الكنيسه بيكمل دور البيت يعني انا مش عايز نفس الاثنين عن بعض نفس الاثنين عن بعض او انفي المسؤوليه الاولى والاخيره على البيت عشان احنا لازم نركز على بيوتنا وما تنسيش حضرتك إن البيت هو الكنيسة الأولى بالظبط الكنيسة التي في بيتك والروحانية والحب اللي هو بناخده من المسيح بنتعلمه في الأول من بابا وماما عشان كده احنا بالزبط. ركزنا على الحب قبل كده لكن عايز أقول أحذر من نقطتين المرة اللي فاتت كنا ابتدينا نتكلم عليهم موضوع عقدة الخجل وعقدة العار أو الخجل أو العار والعقدة الثانية عقدة الذنب ولو تفتكري حضرتك سألتيني وقلتي طب ازاي ده بيؤدي الى الادمان بعد كده هو مش حكاية يؤدي الادمان هو بيمهد الانسان لحالة نفسية تخليه عرضة للادمان اكثر من غيره يعني ادي لحضرتك مثال الاطفالنا الصغيرين بيبقوا حساسين قوي قوي للخجل وللذنب يمكن من سن سنتين وثلاثة واربعة وخمسة دي الفترة من الفترات الحرجة الكبيرة قوي في حياة أولادنا وبناتنا لأنه كل ما إحنا بنزود عندهم إحساسهم بالخجل أو بالعار شيمينج يعني أو إحساسهم بعقدة الذنب كل ما هم بيبقوا معرضين أكتر إنه يتكون عندهم حالة الاكتئاب اللي بتخليهم عرضة لأمراض نفسية تانية هو ده بسبب بسبب وجود يعني ان شخصيه الطفل في الوقت ده يا دكتور ما كانتش مكتمله؟ شخصيتهم مش مكتمله وتكوينهم لصوره نفسهم اللي هو بيسموها السلف ايمج او السيلف إستيم حضرتك تسمعي عن صغر النفس. طبعا. وابونا في وشية المرضى بيصلي من اجل صغار النفوس لان صغر النفس دي حاجه صعبه جدا، الانسان اللي عنده صغر نفس ده عنده اكتئاب. وكتير قوي قوي من الناس المدمنين زي ما كانوش كلهم بيبقى عندهم احساس بصغر النفس لان فقدان السيطره على حاله الادمان بيخلي عند الانسان يحتقر نفسه ويبقى عنده حاله كده مش اتضاع طبيعي لا ده حاله الهوميليشن الاذلال دي كلها حاجات ما بتساعدش الانسان ان هو يتغلب على التحديات النفسيه في حياته بعد كده سواء الادمان او الاكتئاب او القلق او حاله الامراض الفزع وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالموضوع ده فاحنا النهارده لازم نوزن حته يعني كويس الانسان الاحساس بالذنب ده طبيعي موجود عند الانسان عشان الانسان يتجنب الخطا لكن لما نعمق احساس الذنب ده ده مش كويس احساس بالخجل طبيعي الإنسان يعني آدم وحواء لما خالفوا الوصيه خجلوا حسوا بالخجل ده طبيعي لكن ما نعمقش الإحساس بالخجل في حياته. آه في ساعات في الخدمه يا دكتور بنقول يعني إن احنا المفروض إن احنا نبقى متضعين ما من ما نتكلمش كثير عن نفسنا. آه في ساعات الخدام أو دور مدارس الأحد أو دور البيت بيساعد الولاد إن هم يبقى عندهم صغر نفس. إزاي نعالج ده من خلال الكنيسه أو من خلال البيت؟ شوفي حضرتك هو التشجيع زي ما كنا بنقول قبل كده مهم جدا المغفرة مهمة جدا الولد غلط او الطفل صغير غلط او البنت غلطت ما نفضلش نعلق النقطة ما نقنبهمش كتير ده مش بس كده ما نقنبهمش ده احنا مفكرهمش كمان ده احنا احيانا بنخلد الحاجة في ذهن اولادنا وبناتنا ما نقعد نفكر الولد والبنت انت عملت كده تاني انت كررت الموضوع ده مش احنا قلنا ما تعملوش ونفضل نفكر الموضوع يكون خلص بقى يوم واتنين ويمكن شهر ويمكن سنة ولسه عمالين ايه طبعا ده يعني احنا بنتكلم عن الناحية الروحية ده بيخلي انا انا كصورتي انا قدام ربنا ده ربنا عمره ما هينسالي انا مهما يعني غلطت ورحت لربنا وتوبت الخطيه بتفضل قدام ربنا واضحه ومستمره وده ضد طبعا فكره المغفره وان الله بي بينسى لنا الخطايا بتاعتنا فده بيخلي الانسان مش قادر يسامح نفسه ودي حاجه احنا عقبه كبيره جدا ناس كتير يقولك انا اقول له طب ربنا مش غفر لك انت رحت اعترفت اتناولت توبت كل الحاجات دي ربنا يقولك كل ده شيء لكن انا نفسي مش قادر اسامح نفسي. حتى الأمهات والآباء دكتور في البيت وبشوفها أكتر في الأمهات بيجوا لأولادهم تقول له أنا احتملتك في كذا الأسبوع اللي فات واحتملتك في كذا الأسبوع اللي قبله وقلت لك تعمل كذا ما عملتوش إمبارح طب يعني الطفل ده له رد فعل أكيد وحتى لو ما كانش له رد فعل هيكون ده له تأثير سلبي في نفسيته في هما نفسي بيعملوه بدفع الحب ولكن مظبوط في نفسيته وفي روحانياته كمان إن كل الحاجات النفسيه دي بتاثر بعد كده في الروحانيات عشان كده انا بقول لهم زي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم اقول ان الروحانيه السليمه في النفسيه السليمه. الانسان السوي النفسيه او الشخصيه بيبقى اقدر على تقبله للروحانيات ونموه في الروحانيات عن الانسان اللي عنده حاله نفسيه او مرض نفسي. فيعني طبعا ربنا بيشفينا كلنا من كل حاجه لكن انا بتكلم على الاستعداد الروحاني للنمو الروحي انا عايز اقول حتة المغفرة دي حاجة اساسية جدا والتحرر وطبعا ده في حاجات صغيرة ممكن ليها علاقة حتى بالحاجات الادمانية يعني مثلا العيال وهم صغيرين اطفال صغيرين ممكن يحبوا يحطوا صوابعهم في بقهم يلمسوا جسمهم يستكشفوا اعضائهم وممكن الحاجات دي بتخليهم يبقوا مبسوطين او عندهم نوع من اللذه والحاجات دي هم دي بياخدوها ببساطه بدون شهوه وبدون اي حاجه دانسه او ناجسه لكن الاباء والامهات بيتصرفوا بطريقه غير عاديه ويضربوهم ويزعقوا ويخوفوهم من ربنا وحتروح النار والكلام ده حاجات دي كل الحاجات دي بتخلي العيال يصعب عليهم ان يتغلبوا على الحاجه دي لما بيحصل لهم حاجه اسمها فيكسيشن العيل بقى بيتثبت على الحاجه الممنوعه لان احنا عارفين ان كل ممنوع مرغوب طيب ما هو الحاجه دي والعاده دي العيل ثبتت فيه طبعا هيضعف قدامها وتاثر عليه لما يكبر لكن لو احنا سيبنا الحاجات دي على ان دي حاجات مراحل طبيعيه كل العيال من سن سنتين وثلاثه وخمسه وسته وبعد كده بيتلهوا في حاجات تانية أو بنشغلهم في حاجة كويسة خلاص الموضوع ده بتتنسي وبيتساب كأباء وأمهات دكتور بنحس إن إحنا عشان إحنا عارفين حاجة يبقى أولادنا لازم بحكم طبيعتهم لازم يعرفوها طب هل ده صح؟ يعني هل أنا عشان أنا عارف إن هو مش المفروض الطفل مثلا يلمس جسده أو يستكشف حاجة معينة أنا عارف إن ده غلط مش ممكن إن أنا أتوقع إن الطفل في سنه الصغير ده لازم يعرف ما هو إيه الفكرة إيه العيال دول عندهم بساطة وبراءة إحنا اوريدي فقدناها خلاص بزبط. إن إحنا عشان نتعامل مع أولادنا وبناتنا كويس لازم ننزل لمستوى مستوى تفكيرهم القامة النفسية والروحية والفكرية بتاعتهم لكن أنا بتعامل مع الطفل عنده 3 أربع خمس سنين على أنه عنده 14 15 سنة وأنا نفسي كمان متأثر بخبراتي الشخصية وبالطريقه اللي اتعلمت بيها الحاجات دي في طريقه تعاملي مع اولادي وبناتي بالزبط. وكتير قوي من الحاجات اللي انا استلمتها من الاجيال اللي قبلي بتبقى حاجه مش مظبوطه فده ما يمنح ده ما يخلينيش ان انا اخلد الاخطاء القديمه واربي جيل عنده استعداد للانحراف بسبب الاخطاء القديمه وبسبب الجهل. النهارده الناس ابتدت تستنير وبتسمع حاجات جديدة عمرهم ما كانوا سموها قبل كده ودي حاجة كويسة جدا آه بس في ساعات دكتور الأباء وأمهات يقول لك أنا تربيت بالطريقة دي لازم أعلم ابني إن هو ما يقعش في الأخطاء اللي أنا وقعت فيها ويبتدوا يدوا ولدهم نصايح على الحاجات اللي حصلت معاهم هم هل ده من الصح يا دكتور إن إحنا نعرف ولدنا أو نديهم أفكار هي ما عندهمش؟ هو الغرض كويس غرض الاب والام كويس ان هم يجنبوا اطفالهم ان هم يقعوا في الاخطاء اللي هم وقعوا فيها انا مش بعلق على الغرض انا بعلق على الوسيله بالزبط. اللي هم بيتبعوها عشان لان كتير قوي الوسيله نفسها بتبقى خطا زي ما احنا قلنا حته النصايح دي ما بتجيبش نتيجه لكن احيانا ايش النصيحه اللي احيانا نسيب الطفل يعمل اللي هو بيعمله دي حاجه طبيعيه وهيبطلها لوحده ما انصحوش ما نبهوش حاجه زي كده لكن بالنسبه لي انا اكون قدوه وابتدي اخد ودي معاه زي ما احنا كنا بنقول موضوع الحوار والحديث عن المشاعر والحاجات اللي زي كده وحتى خدام مدارس الاحد الدكتور سعيد بنسمع ان هم بيجوا بدافع ان هم خايفين على الاولاد بيكلموهم في حاجات اكبر من سنهم ما جيش لاطفال مثلا لسه في مرحله ابتدائي واقول لهم الادمان وحش اوعى اوعى أوع تشرب اي حاجه غلط هيسالوني في مدارس الحاجة هيسالوني زي ايه اللي انا ممكن اشربه يبقى انا كده بديلهم افكار فوق سنهم عشان اخليهم يتجنبوا حاجات ولكن هم لو اكشلي انا سبتهم لعقلهم مش هيقدروا يوصلوا لها بالسهوله دي وعشان كده خدام الكنيسه عموما او خدام ربنا عموما محتاجين ان هم نفسهم يبقوا معدين اعداد كويس قبل ما يتكلموا مع اولادهم وبناتهم خصوصا في المرحله الحرجه بتاعت الميدل سكول والهاي سكول لانه كتير قوي من خدامنا نفسهم احيانا هم نفسهم بيكونوا متلخبطين يعني مثلا احنا ما عندناش كلمه حرام وحلال بالزبط. احنا لا نعترف بالحرام احنا بنعترف ان كل الاشياء, الأشياء تحلية تحلي ولكن كل ليس كل الاشياء توافق او ليس كل الاشياء تأمني او لا يتصلت عليها شيء فاحنا مثلا لا نحرم الماده مثلا مسيح قدس الماده وقدس الجسد وبالتالي بس المهم نستعملها ازاي احنا عندنا اتزان لازم يبقى موجود السيد المسيح قيل عنه ان هو كان ينمو في الايه في, في القامة والحكمة والنعمة قدام الناس والله فالقامة والحكمة والنعمة دي عبارة عن توازن بين الناحية الجسدية والناحية العقلية والناحية الروحية النهاردة ما اقدرش اركز بس على الناحية الروحية واسيب الناحية النفسية والعقلية ما اقدرش اعلم الاولاد والبنات ان هم يهملوا اكساتهم لكن احنا بنقدس يعني مثلا في التربيه الروحيه ضد ال... عشان تجنب الادمان تعليم اولادنا وبناتنا ان الجسد ده هيكل للروح القدس واعضائنا دي اعضاء المسيح وبنقول له احنا ما بناخدش اعضاء المسيح دي ونجعلها يعني اعضاء خاطئة او زانيه طيب لما انا بنظر للجسد نظره روحيه ونظره يعني نظرتي, نظرتي للهيكل وللمسبح النهارده احنا بنعلم اولادنا وبناتنا يخشوا الهيكل بيركعوا يقلعوا الجزمه يخشوا باحترام مش معقول يخش جوه الهيكل ولا المسبح ويجيب سندوتشات وياكل ويشرب بسهر. عليه بنقول له ليه لان ده, ده جزء مقدس ده مصدر للحياه احنا برضو الجسد ده سواء الفكر او العقل او الاعضاء الجنسيه او اعضاء الجسد عموما ما اخليهاش اعضاء خاطئه او اعضاء مخطئه لازم احترمها ولازم اقدس الحاجات دي في نظر الاولاد ولازم اكون انا نفسي مقتنع كخادم لربنا بالفكر ده عشان اقدر اعلمه لاولادنا وده يخليه طبعا ازاي ان انا اخد ماده مخدره او مدمنه وافسد بيها عقلي وفكري واحطم بيها حياتي ولا اجرح بيها مشاعر الناس اللي حواليا واذيهم ومخي ده يفسد كل دي حاجات مفاهيم روحيه اساسيه تبدا داخل البيت وتنتهي في الكنيسه ومدارس الاحد بس بسمع يا دكتور ولاد من الصغيرين في مدرسة الأحد يقول لي طب بابا يسوع خلق كل حاجة صح؟ أقول له آه يقول لي طب هو ليه خلق المادة اللي هي بتخليني أنا أدمن؟ أو ليه خلق المادة مثلا الدواء المعين ده اللي هو بيخليني أوصل لمرحلة عقلية آه أنا مش حاببها ليه خلقها؟ وده سؤال برضو لازم يكون احنا عندنا أجابات جاهزة ليه لأن احنا كل خليقة ربنا حسنة جيدة آه. هو المشكلة مش في الخليقة ان ربنا خلق حاجة وحشة لكن ازاي نستعمل الحاجات يعني دي يعني الاستخدام استخدام لان كل الادوية والمخدرات والحاجات دي ادوية ليها استخدام ده حتى احنا كنا يمكن مرة انا قلنا قبل كده انه الشخص حتى المدمن المخدرات لكن لما يخش مثلا يضطر يعمل عملية جراحية ما احنا بنديله المخدر بالرغم ان هو مدمن لكن مش هنسيبه يموت من الألم فالنهاردة حتى بنقول له شوف المخدر ده ساحة اللازمة بنستعمله بس الاستعمال المظبوط الالكول ده والكحوليات دي ما احنا بنستعملها في الأدوية والأسرار المقدس مهم. فاحنا فيها استعمالات كويسة جدا لكل الأدوية المهم ازاي نستعملها وازاي نستخدمها يعني لازم نفرق للولاد يا دكتور ازاي يعرفوا امتى يستخدموا الشيء او الاستخدام الصحيح للمادة المعينة دي 100% ودي حاجة برضو تربوية من هم صوره الجسد نفسه والجنس وكل والفلوس والنهاردة احنا لما نشوف ادمان الامار مثلا او ادمان الجنس كلها استخدامات خاطئة لعطايا الله وبركات الدهة ربنا للانسان عشان يستعملها استعمال كويس ويستمتع بيها بس في طريقة حسب خطة الله ومقصده فدي حاجات كلها تربوية وتخش في التربية الروحية سواء داخل البيت او في في الكنيسه ومدارس الاحد حتى في العظات يا دكتور اللي احنا بنقدمها في مدارس الاحد آه لازم نراعي السن والحاله الاجتماعيه والحاله حاله الاسره ككل يعني لو طفل مثلا سنجل بيرنتس مش لازم اقول له بابا او يعني او الطرف الاخر اللي هو مش موجود في البيت مش لازم اقول له مثلا كلم بابا لو هو يعني عنده الاب والام منفصلين ممكن اقول له يعني اكلمه more general اكلم يعني البيرنتس بتوعك علشان ما حسسوش بان هو يعني واقع تحت ضغط معين وحلو قوي ان بيكون في كونكشن بين الخادم والاسره هل ده يا دكتور يعني بيساعد كتير في حل مشاكل الطفل؟ ما فيش شك ما فيش شك والنقطه الاولانيه اللي حضرتك ذكرتيها في غياب احد الاطراف طبعا من مصلحه الطفل واي طفل انه يتربى في بيت فيه اب وفي ام ما يقدرش الطفل يتربى بطريقه سليمه 100% زي مم. ما غير لما يكون في الاب والام، لكن طبعا بتحصل ظروف قهريه بتاثر على اطفالنا زي حاله عشان كده بنقول الطلاق والانفصال ليه مم. هو اللي هو دي حاجه وحشه جدا مم. وبتضر اولادنا، لكن مثلا افرض ان الطفل فقد ابوه في حادثه وامه بس اللي بتربيه، يبقى يا ريت يبقى في بديل للاب مثلا يشترك في تربيه الطفل سواء الاب الكاهن او حد قريبهم او كده او حتى خادم مدرسه الاحد ممكن نلجا له ونفهمه ظروف الطفل مثلا ونقول له ان الطفل دوت باباه مش موجود لاي ظرف كان لو يا ريت انت تكلمه بدل بابا تعرفه الاصول بتاعه الموضوع الفلاني بالظبط وهو عموما اصله الاطفال حسب الجنس او النوعيه بتاعتهم يعني الاولاد يحتاجوا جدا لام في اول 12 سنه وبعد كده بعد كده بيحتاجوا لباباهم اكتر فالعيال اللي هم عدوا ال12 ومفيش صورة اب بيتعبوا شويه البنات العكس البنات يحبوا يكون في اب صورة اب اول 12 سنه وبعد كده يبقوا اصدقاء لامهم اكتر من باباهم عشان بيعدوا ان هم يبقوا بنات او سيدات بعد كده ما يخلصوا المرحله التربيه الاولى أه لكن طبعا احنا بنحاول نساعد الاباء والامهات والكنيسة بتقوم بدور كبير النهاردة تساعد الاباء والامهات في, في مختلف الظروف دي ويعني يا دكتور المفروض ان احنا نلجأ للكنيسة في كل وقت ما في شك ده احنا الكنيسة بتكمل عمل البيت واحنا دور البيت الحقيقة هو احنا بناخد اولادنا وبناتنا الكنيسة ما تنسيش حضرتك انه احرك سن هو السن اللي بناخد فيه اولادنا وبناتنا في كنيسة اول ما بيوصلوا سن 12 الولاد والبنات ما يقدروش يجوا يتكلموا بسهولة خصوصا لما يبقى عنده مشكلة إدمان أو عادات مش كويسة تهدد حياته فما يقدرش يتكلم بسهولة في البيت لكن يقدر يتكلم مع أب اعترافه في, ال... في الكنيسة أو أب اعترافه فاحنا بنشجع تكوين الحاجات العادات دي من الطفولة نشجع أولادنا وبناتنا حتى على الاعتراف من قبل ما يبتدوا يمارسوا سر الاعتراف هم أطفال صغيرين بس الاعتراف في الحاله دي بيكون مثلا لبابا وماما و ودي حاجه بقى لازم الاب والام نرجع تاني يدوا صوره الاب السماوي في قبول اولادنا لما يغلطوا ما يبقاش ان ابني او بنتي يقولوا حاجه وحشه او غلطه يبقى احس ان هم مهددين عشان كده بعد كده ما يخافوش حتى من اب الاعتراف لما يروحوا يعترفوا. هل من المفروض يا دكتور لما نلجا للكنيسه لابونا او للخادم او الخادمه بتوع مدارس الاحد، هل من المفروض ان انا اخد الولد معايا او البنت معايا واجي قدام الخادم او قدام ابونا اقول له يا ابونا ده تعبني قوي قوي يا استاذ فلان ده تعبني قوي على فكره ده بيعاني من مشكله ادمان ده بياخد كذا ومش راضي يعترف. هل ده صح؟ <applause> <applause> صعب قوي اتصور حاجه زي كده وتكون حاجه صح لانه اولادنا وبناتنا احنا مش عايزين نزود عقدة الخجل عندهم ولا عقدة الذنب عندهم لسه كنا بنقول الكلام ده فبالعكس ده احنا بنوديهم لابونا لان ابونا هو اللي هيساعدهم ويرشدهم ويديهم صورة المغفرة ويقرا لهم الحل بعد ما يعترفوا ويفهمهم واجباتهم الروحية ويساعدهم على التدريب وكل الحاجات الحلوة دي فالنهاردة احنا بناخدهم لابونا عشان مش بس يتغيروا عشان يتغيروا وينموا كمان في الحياة الروحية وما يبقاش المدخل هو النقد والإدانة لأن مفيش فيش طفل ولا حتى احنا ككبار ما نحبش أن حد يفضل يلومنا ويديننا ويحرجنا والأولاد والبنات بالذات لما يخشوا في السن الحارجة بيبقوا حساسين جدا جدا لو الأب أو الأم أحرجوهم قدام حد غريب أو قدام زملائهم فكل الحاجات دي بتأثر عليهم وبعد كده هنشوف النتيجة إيه العيال بيكرهوا بقى الكنيسة يكرهوا الاعتراف يكرهوا ال... الدين او التدين عموما طب ما دي حاجات احنا اللي تسببنا فيها لان احنا كنا كمان بندفعهم زيادة عن لزوم نزغطهم الممارسات الطقسية بطريقة مش مظبوطة فبتكون النتيجة ان هم بيحاولوا يلعبوا ورانا عشان يتجنبوا الكنيسة ويتجنبوا الممارسات الروحية ويعملوها يعملوا اي حاجة تانية غيرها لازم رابح النفوس حكيم وأطفالنا محتاجين للحكمة في مختلف مراحل العمر. أه هل يا دكتور لما بروح للخادم أو الخادمة بابني أو بنتي وأقول لهم ده عمل ده غلط مش أنا كده بهز صورة الطفل قدام الخادم أو الخادمة الطفل بيحس إنه أنا ممكن ما أكونش فعلاً بعملها عن قصد أو مش بحاول فعلاً إن أنا أهز شخصيته أو صورته قدام الخادم لكن الطفل بيفهمها مني بفهم خاطئ. ماما مودياني يعني بتشتكي مني للخادم يعني في اطفال صغيرين الام تجيبهم تقول لي ده شتم اخوه في البيت طب ليه بتهزي صورته قدامي او ليه بتحسسين ان صورته اتهزت قدامي وبتشكي منه قدامي؟ قولي لي ايه مشكلته من بعيد عنه وبعد كده انا هحاول اروح للطفل اكلمه كخادم او خادمه او ككاهن انا هعرف ادخله من مدخل ما يكونش يتعب ده مظبوط لانه عشان كده بنقول توعيه الاباء والامهات حاجه اساسيه ازاي يعالجوا المشاكل زي كده دي عمليه محتاجه فعلا لحكمه وتوعيه وارشاد كتير قوي اخطائنا مع اولادنا وبناتنا بيزود مشاكلهم مش بيعالج بالظبط وبيخلي بعد كده الموضوع يبقى صعب العلاج وصعب السيطره عليه احنا عايزين اولادنا وبناتنا ناخدهم لربنا المحب الغفور مش ربنا اللي هو هيعاقبهم وهيوديهم النار عشان هم اولاد وحشين. الصور دي كلها صور محتاجه تتصلح في ذهن اولادنا وبناتنا عشان هم لما هيكبروا ويوصلوا سن 18 بقى وخلاص يستقلوا كتير منهم بيقول لك خلاص انا مش عايز الكنيسه ومش عايز البيت ومش عايز ربنا وانا حر بقى كلها يعني انا اول ما اوصل سن 18 هعمل اللي عايز اعمله. وما فيش حد هيقدر عليا بالقانون دي مراحل مؤسفة بس للأسف حول حضرتك السبب كتير بيكون الأب والأم طريقة إرشادهم وتربيتهم لأولادهم ما كانتش فيها حكمة ما كسبوهمش كرهوهم في الدين وكرهوهم بعد كده في ربنا وده ده يمكن السر اللي بيخلي أولادنا وبناتنا بعد سن ال 18 يبتدوا بقى ينحرفوا ياخدوا اتجاهات فيها الحاد مثلاً او انكار وجود ربنا او حاجات متطرفه كل دي حاجات سببها الضغوط العنيفه اللي احنا كنا بنضغطهم التدين والسلوكيات المسيحيه بدون حكمه وبدون ارشاد يعني تكرار جمله معينه يا دكتور الامهات كتير تيجي تقول لي بحاول اصحي يوم الحد ما بيصحاش ابني لكن بلح عليه طول الاسبوع واقول له اوعى ما تصحاش يوم الحد لازم يوم الحد تقوم معايا بدري لازم يوم الحد تكون معايا في الكنيسه آه الحاح الشديد يا دكتور على الاطفال او على الولاد عامه بيسبب ان الطفل بيكره المكان لانه بيحس ان ضغط عليه جديد من الام لو ما رحتش الكنيسة من الحد حد مش هخرجك. هل احنا المفروض ده يكون اسلوبنا يا دكتور في ان احنا نخلي اولادنا يعملوا اللي احنا عايزينه؟ الحقيقه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده بيخلي اولادنا يخشوا في صراعات نفسيه لان هم اولادنا وبناتنا اصلا بيحبوا ربنا وبيحبوا الكنيسه وبيحبوا بابا وماما لكن الطريقه بتاعتنا دي هي اللي بتكرههم آه. في الحاجات دي وده بت... طبعا اسلوب غير حكيم اطلاقا. وزي ما بقول لحضرتك بيخلي اولادنا وبناتنا ينفروا ويمثلوا خلي بال حضرتك يعني التمثيل في في التدين ده هم شطار جدا ممكن يبينوا لنا اه بيروحوا العشيه ويحضروا التسبحه ويقعدوا يعملوا القربان وسهرانين في الكنيسه لكن ما نعرفش شويه منهم يروحوا بعد كده يسهروا يروحوا يشربوا يسكر وتاني يمكن ممكن يلبسوا شمامس واحنا ما نعرفش حاجه كتير بس يرضوا الاباء والامهات يرضوا الاباء والامهات والمنظر كده حلو قدام الناس كلها لكن ما فيش جوهر الروحانيه المبني ان هم بيحبوا ربنا وبيحبوا التدين وبيحبوا الروحانيات ما فيش اساس للتدين م... لازم نثبت محبه ربنا زي ما بيقول في المزامير ثبت خوفك في لحمي لكي لا اخطئ اليك بالزبط. يعني نخليهم من جواهم هم يحسوا بالارتباط الشديد ومحبه ربنا ليهم يقوموا حتى ما يحاولوش يمثلوا علينا ده حقيقي والمحبة تطرح الخوف إلى خارج احنا لو حطينا محبة ربنا في قلبهم مش هيخافوا من ربنا لإن هم أصلا مش هيحاولوا يزعلوا ربنا هيخافوا يزعلوا ربنا ودي الحاجة الجميلة اللي إحنا عايزين كل ولادنا وبناتنا ينموا فيها حب ربنا وعشان خاطر ربنا يقدسوا حياتهم ويكرسوا حياتهم ليه بسمع حياه حلوه قوي يا دكتور يعني من اطفال مدارس الاحد تقول لي انا لو عملت كده بابا يسوع هيكون زعلان ولا هيكون فرحان؟ دي جمله جميله قوي بحبها فيهم. فعلا بيخافوا على شعور بابا يسوع ان هو كانه بابا ليهم في البيت وخايفين على شعوره مش عايزين يزعلوا. وال... والحاجه يعني... اللي تكمل النقطه دي ان هم يخافوا على شعور بابا وماما ما نظرة واحدة كده تخليهم على طول يبطلوا الحاجة بدل ما نلجأ للأساليب التربوية العنيفة فيبقى كل حب في حب أنا شاكرة محبة حضرتك <تصفيق> على <تصفيق> وجودك معنا <applause> النهاردة يا دكتور أشكرك جدا وبجد استمتعنا بلقاء حضرتك لأن كلام حضرتك مميز شوية بالنسبة لي لأنه كلام بيجمع بين العلم والتدين وده شكرا. حاجة رائعة يا دكتور شكرا ليك شكرا لحضرتك ألف شكر أعزائي المشاهدين في ختام حلقتنا النهاردة أحب أقول لحضراتكم أن إحنا محتاجين نقدم سورة المسيح الصح لأولادنا محتاجين نخليهم يحبوا ربنا من كل قلوبهم علشان ما يدخلوش بعد كده في مشاكل زي مشاكل الإدمان بكل أنواعه وبعد كده هيبقى برضو معنا دكتور يسري هيفهمنا أنواع الإدمان اه محتاجين نخليهم أنهم يراعوا مشاعر ربنا يراعوا قلبه الطيب ويراعوا محبته ويحاولوا يكونوا عند حسن ظن ربنا اشكركم على حسن المتابعه واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله